مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبدي ارجع اذكر المشاهدين انه بين الساعة 12:54 دقيقة والساعة 3:30 بعد الظهر من المفضل انه ما ننظر للشمس بسبب الكسوف الجزئي يلي اليوم لبنان من بين الدول يلي طبعا رح يتسنى لنا انه نشهده، ولكن بعدم النظر الى الشمس مباشرة لانه بتأذي اكيد العيون، وكلنا بنعرف اليوم قديش الواحد ليلاقي حكيم عيون، ولا انه بتعرفوا كل شيء له اليوم تأثيراته السلبية بهالانهيار اللي حاصل. فنحن بنقول لما بيكون في كسوف جزئي يعني بيكون القمر بين الأرض والشمس، وأكيد هيدا تاني كسوف عم بيصير بهالفترة هيدي. فبرجع بذكر إنه عدم النظر مباشرة إلى هذا الكسوف، شوفوه على التلفزيون مثل ما حطيناه هلأ على الشاشة. موضوع تاني بحب أحكي فيه بالبداية، نحن كنا نبهنا إنه أول شتوى بفضل إنه الناس ما تطلع لأنه بده يصير في يعني مصايب. اللي صار إنه كميات المية اللي نزلت ما استوعبتها الرجارات. في بلديات كانت قبل 48 ساعة منطفي، وفي بلديات بسبب قانون الشراء العام ما عملت شيء، وفي وزارة أشغال عامة الوزير عم بزتها من وزارة لوزارة، مثل كأنه واحد يلا بعيدة عني بسيطة مش حق علي حق على غيري، منزت كل التهم، وبالنتيجة المسبب واحد هي كثرة الأمطار. وكل سنة مع أول شتوى لازم الناس تغرق بالمي، وهي مش هي نقطة المي لأنه ما في عنا رؤية ولا استراتيجية. وهلأ كله بيتحجج بشغلتين، أول شغلة الانهيار المالي أنه ما في مصاري بالوزارات ولا بالبلديات، وتاني شغلة هي قانون الشراء العام. هلأ ما بعرف وزير الأشغال كيف عم يتصرف مع قانون الشراء العام، يعني نحن ما شفنا متعهدين على الطرقات حتى هلأ، في كتير أشغال منا ملزمة لأنه المتعهدين مش راضين بالأسعار بكل بساطة. فكيف إذا كمان اليوم بلديات ما عندها الإمكانيات تطبق موضوع قانون الشراء العام بعد ما صدر كمان لإله مراسيم تطبيقية؟ صدر 29 تموز، نحن حكينا مع رئيس الهيئة الأستاذ جون علي، دكتور جون علي بوقتها، وبالطبع يعني اليوم إذا البلدية أخذت موافقة الأستاذ جون المراقبين الماليين اليوم ما عم يمضوا، وإذا المراقب المالي ما مضي يعني ولا آلية بتتحرك ولا شغيل بينزل، ولا حتى هلأ بالبلديات الشرطة ما عم تجي، ما بقى في، ما عندهم إمكانيات إطلاقا، المساعدة الاجتماعية ما قادرين يدفعوها واللي هي الدولة لازمتهم لإلها. فكيف بدنا نتحضر لفصل الشتاء؟ ما في إمكانيات، في قانون اليوم ما بتحكي رئيس بلدية كبيرة ولا صغيرة بيقول لك هالقانون معرقلني. طيب البلد معرقل، الشتاء الحمد لله كنا ناطرينه ولكن للأسف صار نقمة عند الناس. وأنا كنت متصورة امبارح صباحا مثلا من بعد كل هالطوفان اللي صار وبعد الحادثة اللي صارت مع المواطن يلي رايح مع عائلته مع ابنه ومرته عروس جديدة، ابنه عريس، راحوا شافوا امهم، هو اطمن على مرته اللي هي مع ابنه الثاني راجعين على بيتهم امنين، صفوا جرفهم المي ووفته المنية، يعني بالنتيجة مات الزلمة، ما حدا بيرفله جفن بهالبلد. إنه شوية أمطار أول شتوية، ونحن معودين إنه لازم يكون في ورش كانت مبارح من قبل الضوء عم بتشوف كيف بدها تحل هالمشكلة اللي عم تتراكم سنة ورا سنة ورا سنة، وبالنتيجة المطلوب واحد، يعني ما هو المسؤول بده يكون عنده رؤية استراتيجية لشو بحطوهم مسؤولين حتى تبهدل العالم أكتر منا مبهدلة. يعني راح عنا مواطن توفى بهيدا الموضوع لأنه جرفته المي مع عائلته، ولأنه توفى خسروه. يعني حدا عم بفكر فيها قديه كنا ممكن نخسر ناس وأرواح، ولهلأ بعدنا اجتماعات من هون وتصاريح من هون وزت هيك اتهامات يمين وشمال،
والمواطن هو دائما الضحية. ليه؟ اليوم في اجتماع الساعة 11 كان بأصل مؤتمرات دبي مع وزير الأشغال العامة اللي كان جامع كرؤسة بلديات المتن، ما عرفت شو رشح عن الاجتماع، ولكن مثل غير اجتماعات أكيد، لأنه مننطر آخر تكة حتى نعرف أنه نحن كل سنة بدبي في عنا مشكلة بنهر الكلب، في عنا مشكلة بالزوق، في عنا مشكلة وغيرها من المناطق اللبنانية، نفق المطار وغيره وغيره وغيره. لهلأ بعدنا بنفس الأعطال، نفس المشاكل، ولبال عم بتزيد، وهيدا الشيء مرفوض. معي أول يعني صار معي حدا على الخط بالمتابعات، بس كان عندي معلومة، رح أجل المعلومة وفوت بالمتابعات على 04-444-444 بأخذ هالاتصال. ألو؟ ألو؟ ألو مرحبا. إيه مرحبا، أهلا. يعطيك ألف عافية. أهلا. بدي أحكي عن مشكلة بزوق مكيل هون بحي الخروبي. أهلا وسهلا فيك، نحن وصلنا الفيديو ونحن حكينا مع رئيس البلدية بالموضوع، وتفضل يعني خبرنا شو صار. رح نشوف أنت وعم تحكينا الفيديو. هيدا بحي الخروبي بزوق مصبح، بزوق مكيل. زوق مكيل، إيه مزبوط، زوق مكيل. تفضل. اللي عم بيصير إنه صار له 4 سنين 5 سنين المجارير 3 بنايات عم بتفيد على الطرقات، وحكينا طلعنا أكثر من 20 مرة على البلدية. بدي أطلب منك توطي التلفزيون من عندك لأنه عم يعمل رتور التلفزيون على صوتك. حكينا أكثر من 20 مرة مع رئيس البلدية واجتمعنا معه. نعم. وكل مرة يقلنا إنه ما في مصاري وما فينا نساعدكم، وبلكن تاخذوا هالأمر على عاتقكم وأنتم تدفعوا مصاري. جمعنا من سكان البنايات 3 بنايات الموجودين مصاري، وصار مبلغ معين نقدر نشتري فيه ريجارات وأساطر تنمد شبكة منشان نوصلها بالريجار الأساسي. وعدنا رئيس البلدية إنه البلدية تحفر وتزفت وتشيل الردم. ولما صاروا مصريات معنا طلعنا اجتمعنا معه وقلنا له صرنا جاهزين نحن تنبلش بالشغل ونشتري الريجارات والأساطير. قال أنا ما في بقى ساعدكم بشي، يعني الردم والحفر وكله رح يكون على حسابكم لأنه البلدية ما معه ولا ليرة. حكينا مع بوكلين إنه ونزل على الأرض مع المهندس تبعه البلدية، شافوا قديش بدهم يحفروا بالبوكلين وشو بعد تكلف، طلع بده يزيد عن المبلغ اللي نحن كنا رافضينه 1600 دولار. ما عاد فينا نحكي مع سكان البنايات والشقق اللي المضررة إنه بدنا نرجع نزيد عليكم مصاري، لأنه أصلاً 3/4 معاشاتهم باللبناني ونحن عم ناخذ منهم الدولار. رجعنا قدمنا اقتراح لرئيس البلدية إنه بنمد نربيش بطخن 10 سنتيمتر من الجورة الصحية بكل بناية وبنوصله على الرجار الأساسي اللي هن عاملينه، مثلاً من بداية ديب صغيب للمشكلة الأساسية فيها، بنمد نربيش من المجرور تبعه البناية ونوصله على الرجار لتحت، وكل شيء علينا. البلدية ما بتدفع شيء ولا بتتكلف شيء، نحن بندفع كل شيء. ما رضي معنا الرئيس لأنه طلب منكم موافقة، بده شيء خطي عند كاتب عدل أو شيء موافقة الناس بكون تقطعوا من عندها. قلتوا له نحن ما بنقدر نعمل لأنه مش موافقين في شيء منا. ما بس لا إذا ما بيقدر كبلدية، ما بيقدر بلدية تمد شيء إذا ما في موافقة الناس. إذا الناس موافقين إنهم يمضوا، بس ما بدهم يمضوا عند كاتب العدل لأنه سألوا محامية، قالوا المحامي بس تمضوا عند كاتب العدل، يعني أنتوا ملكتوا هذا العيار اللي عم يمرق فيه الأساطير، ملكتوه للناس اللي مرقت فيه الأساطير. ما حدا بيملك عياره او شوي من عياره لناس ما بيعرفهم، يعني او حتى لو كانوا جيرانه. هيدا السبب الرئيسي انه الناس ما بدها تمضي عند كتب العدل. وحتى لو غضت نظر البلديه ما كنتوا بتقدروا كمان تعملوها؟ ما في، العالم ما رضيوا انهم يمضوا لانه سالوا قانونيا لمين متوصل هالخطوه القانونيه، وكان المحامي صريح معهم قال لهم انتوا عم تملكوا الناس اللي عم بتمرق الاساطر والرجارات عندكم بالرزق عندكم، عم تملكون يعني الارض تبعولكم بطريقه غير مباشره،
ما حدا بيملك أرضه، حتى لخيه ما بيملك، مشان هيك وقف هذا المشروع. نحن كنا ماشيين فيه بس العالم ما مضيت، كله كرمال هيدا الجواب القانوني اللي يعني انه انتم كنتوا دغري بتمدوا هذا الخط وبتحطوه بالمحطه دغري بالجو. على الحكي على غير على الارض، غير الحكي والنظريات. نحن صراحه نظريات، بس نزلي على الارض بتلاقي مليون قصه، انت وعم تمدي الرجار وانت وعم تمدي الاسطر تتوصل على الشبكه الاساسيه، بتلاقي مليون عرق اللي قدامك ومليون قصه، وبيخططوا انه بدها يومين بالحفر، بتاخذ جمعه وجمعتين. الحكي شيء والفعل شيء ثاني. يعني صارت مثل ما فهمت بقلب الارض مش معروف شو في بقلب الارض. ايه؟ ممكن يكون مارق شبكه كهرباء او شبكه تليفون وتتعطل شبكه التليفون، ساعتها نحن بصرنا بقى نعمل هالشيء عصيب. بينما البلديه عندها كل الخرائط وبتعرف كل الاشياء اللي عملتها تحت الارض، بتقدر تتحرك وتعمل عذوقها، بس طالما البلديه عم توقف على جنب وما عم تساعدنا بشيء. هلا البلديه مثل ما فهمت من رئيس البلديه تيز الي بعينه يلي حكيته اكيد بهيدي النقطه، وهو فسر لي وضح ليها، وهالشيء اللي عم بتقولها اكيد قال لي اياها كمان، بس عم بيقول لي هلا انه امكانيات البلديه ما عندهم امكانيات اطلاقا، بيقدروا يساعدوا، يمكن اذا انتم مديتهم يمكن بيقدروا يعملوا الطريق، بس يعني قال لي هن لو بدهم يساعدونا كانوا يساعدونا من 4 سنين، لانه انا المشكله اللي عم بحكيك اياها مضبوط ل 2019 في 3 بنايات تحت بنايتنا، 3 بنايات تحت بنايتنا اجوا عملوا لهم شركوهم وعملوا لهم مجرور وعملوا لهم ريجار اساسي ونزلوا الريجار بقلب ادونيس وعم بيصب بالبحر. كان بعد عندهم 3 بنايات بس تيعملوا لهم تيشاركون، هي بنايه ديب زغاب وبنايه شقار وبنايه بستروس، والثلاث بنايات حط بعضهم وكان محفور كل شيء، بس بدهم يمدوا اكانوا اساطر وريجاراتهم ما عملوها، وطلعنا ترجانيهم مرتين وثلاثه، ورئيس لجنه الاشغال توني فواز بعده موجود وبعده بالبلديه، هو رئيس لجنه الاشغال بالبلديه إذا بدك تسألي وبقول لك الحقيقة. طيب هلا بعدها محفورة، هلا بعد قابلة هلا ولا خلص تغيرت كل المعالم تبعها؟ هلا إذا أنا بدي أتمنى عليك تبعتي مصور يفوت يصور بقلب البيوت كيف في الجورة الصحية، المجرور تبعوا له الصورة الصحية عم بيفوت بقلب البيوت، بقلب البيوت، العالم ما عم تقدر تقعد بقلب بيتها من المجرور. ونحن عم نحكي بالكوليرا وعم نحكي عم نحكي بغير امراض، وانه ونحن واصلين على اول الشتاء. بدي اتمنى عليكي بس ست ريبيكا تبعتي كاميرا يصوروا، لانه كل بيت دقيقتين او 3 دقائق كيف المجرور عم بفوت على قلب البيت، وكذا بيت مش بيت واحد او بيتين، كذا طيب بيت. انا اللي فهمته من رئيس البلديه عم بيقول انه مهندس البلديه الاستاذ ميشيل عيسى الملف كله بايده. بدي اتمنى عليكم، لانه هن كمان راغبين، انه هن يعني قال لي نحن مزعوجين كيف ما قدرنا ساعدناهم لانه امكانيات ما في، ولكن عم بيقول لي رئيس البلديه يرجعوا يتواصلوا مع المهندس اللي عنده هالملف، بلكي بين البلديه والاهالي بترجع تنتظم الامور وبيتفقوا على خطه عمل حتى يعني نحل هالمشكله، ما بقى فيها هيدي المشكله تطول، يعني لا البلديه راضيه ولا انتم راضيين. يعني بدي اتمنى عليكم بحسب رئيس البلديه اللي حكيته قبل ما فوت على الاستوديو، قال لي يرجعوا يحكوا مع الاستاذ ميشيل عيسى اللي هو المهندس اللي عنده الملف، ولنشوف شو بنقدر نحن والاهالي نشوف شو لازم نعمل حتى نحل هالمشكله. خلينا نعمل بعد هيدي الخطوه لنشوف وان شاء الله خير. اهلا وسهلا فيك. معلومه ب9/10/2022 صدر مرسوم رقم 10598 القاضي باعتبار الزيادات الممنوحة يعني بدل غلا معيشة بموجب هي من الكسب يلي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نشر بالجريدة الرسمية بعدد ملحق عدد 45 تاريخ 20/10/2022 ليكون هالنص الصريح تأكيد على خضوع هالزيادة لاشتراكات الصندوق بكل فروعه. مدير عام الصندوق الوطني الدكتور محمد كركي بتاريخ اليوم أصدر مذكرة إعلامية حملت رقم 694 شرح بموجبها آلية تطبيق هالزيادة المالية كالتالي: إضافة 600 ألف ليرة لبنانية على أساس الأجر الشهري
و28,000 ليرة لبنانية على أساس الأجر اليومي اللي كان يتقاضاه الأجراء بتاريخ 30 أيلول 2022 اعتبارا من 1/10/2022. تضاف الزيادات إلى الحد الأقصى للكسب الشهري والخاضع لاشتراكات الفروع الضمان حتى تصير على الشكل التالي: 5,600,000 ليرة بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة، 3,425,000 بالنسبة لفرع التقديمات العائلية والتعليمية. كما تعد الاشتراكات السائقين العموميين غير المالكين واشتراكات باعة الصحف والمجلات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية بدءا من 1/10/2022 لتصير 206,000 ليرة شهريا و7,000 ليرة يوميا. وطبعا كل هالجهود إذا تضافرت جهود أفراد الإنتاج الثلاثة يعني مع لجنة المؤشر للتوصل إلى زيادة إضافية للرواتب في القريب العاجل نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة اللي عم بمروا فيها عمال ومستخدمو لبنان. منتابع مع المتابعات وتلقي اتصالاتكم على 04-444-444. ألو. أهلا بونجور. بونجور أهلين. تفضل. يعطيك العافية. أهلا. العالم تتمنى أنه تيجي كهربة الدولة لأنه ساعة كل 4-5 أيام. صحيح. نحن بالعكس بس تيجي الكهرباء منعت الهم. لأنه بس تيجي عم تيجي الفولتاج تبعها عالي كتير عم يعمل لها مشاكل بالبيت. وين بأي منطقة؟ بمنطقة بشارع ابن رشد المتفرع من شارع غردار خلف سيارة الدرك. نعم. فنحن عنا الكهرباء بس تيجي عم تيجي الفولتاج تبعها آخر مرة اجت 247 المفروض تيجي 220 مثل كل العالم. أكيد. رجعتوا حدا بشركة الكهرباء أو شركة الخدمات؟ نعم رجعت وعملت واسطة لحتى لأوصل لشركة الكهرباء وحدا يجي. فعلا من بعد فترة طويلة إجوا كشفوا وقالوا إنه المشكلة مش من عندك مش من البوست. على فكرة البوست تاع المنطقة بوست شركة الكهرباء موجود عنا بالبناية. نعم. تحت. فإجوا كشفوا وقالوا المشكلة مش من هون المشكلة من شركة الكهرباء بدي تنحل من عندهم من هونيك. نعم. وراحوا وهذا وجه الضيف. هيدي أي متى كانت من زمان؟ من يعني من آخر مرة إجت من شي 10 أيام. نعم. وصار عندنا مشكلة كبيرة بالبيت من وراء الفولتاج. نعم. يعني هلا وقت اللي بتيجي شركة وقت اللي بنعرف انه اجت الكهرباء بنطفي الديجونتير تبع البناء تاع الساعة يعني تاع حتى ما يصير عندكم تحترق الآلات. ايه عشان هيك صار واحد يتمنى انه ما تيجي الكهرباء. نحن بعكس كل العالم. خلينا نرجع نشوف ليش انه هيدي بدها معالجة من شركة الكهرباء. انتم مش مسؤولين يعني لا سمح الله إذا صار شمسيب من وراها أو إذا آليات كلها الكهربائية تعطلت رح تعود عليكم الشركة؟ أكيد لا. يعني مؤسف جدا اللي عم بيصير خصوصا أنه أجوا وكشفوا هيدي صارت مسؤوليتهم. يعني شو كيف هيدا؟ على كل حال نحن رح نشوف مع شركة الكهرباء ليش متلكئين يعني ليش عم يطلعوا يكشفوا ويصلحوا يعني كشفوا طلعوا صلحوا العطل حتى ما يزيد. أنا فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عبر الام تي في وبدي نبه انه وزارة المالية اصدرت بيان اليوم بتقول فيه انه على صفحات التواصل الاجتماعي عم ينحكى انه بدءا من 1/20 ما رح بقى يعني ما رح يصير الدولار 1500 رح يتوقف التعامل بدولار 1500 ليرة. فوزارة المالية كذبت الموضوع قالت هذا عار عن الصحة ومنه مزبوط هالشي اللي عم ينكتب على صفحات التواصل الاجتماعي. من هيك حبيت اني نبه الناس وبدي نبههم على شغلة تاني كمان انه بالنسبة للمياه المعبأة يلي الناس عم تشتريها
هلأ المياه المعبأة يلي معروفة رسمياً يلي بتيجوا على البيوت هودي معروفين عليهم كنترول، ولكن اليوم في كتير مياه معبأة بمناطق بالدورة بجديدة بالدكوانة، هودي منهم مطابقين لمواصفات أو شروط السلامة يلي تبع اللي بتمكنكم من أنكم تشربون أو تستعملون. من هيك ما مش حيلا مي بتشوفوها معبأة مفروض أنكم تشتروها وتستعملوها، لأنه تبين بفحوصات مخبرية أجريت عليها أنه فيها جراثيم وفيها بكتيري هي ممكن تعمل كوليرا وغيره من الأمراض. من هيك التنبه كثيرا بهذا الموضوع مش حيلا مي. هلأ مواضيع السترنات للأسف الشديد في عينات تخذت ببعض المناطق بيّن أنه مية الستر ما بتسوى، وفي مناطق ما أخذ عينات، بس ما بدي أخوف الناس وقل لهم أنه وين منيح وين ما منيح، هيدي بدها خطة، هيدي ما بتجي. أو يعني صاحب الستر يلي بيبيعوا مي لطول الستيرنات مفروض هني يعملوا تحليل للمي أولاً حتى ما يأذوا الناس، لأنه مش بس تجارة قضية المي، المي هي الحياة، ما بدنا نأذي الناس ونحن نروح بالتجارة ونبيع مي، مش هذا المطلوب. أصلاً المطلوب يكون مي على القليل صالحة، هاي كتير مهمة. وبعدين في مجرير وين ما كان فايضة على الطرقات، وهيدا كله بسبب كمان موضوع الكوليرا. يعني اليوم مفروض يكون في حالة طوارئ وطنية تنصب كل الجهود حتى أقله نقدر نعالج موضوع الصرف الصحي، لأنه هو المسبب الأول والأساسي للكوليرا. بأخذ اتصال. ألو. ألو مرحبا. مرحبا. يعطيك العافية. أهلا. معك مدام خليل من الجنوب. إيه أهلا وسهلا. بيع صغيرة اسمها رشايا الفخار. إيه أهلا. مش صغيرة رشايا الفخار. لا مش رشايا. ما تستقلي فيها. إيه تفضلي. نحن عنا مشكلة، قلنا كل الصيف عم نعاني من المي، نحن المي عنا من شبعة عجزبية. نعم. مش بحاجة لدفشات ولا شيء. نعم. متحكم فينا موظف المي اللي هو من رشايا اسمه فهد شمية. الضيعة بقسمها حارتين أو ثلاثة، عنده هو مزارع دجاج أخذ مية الشفة لمزارعه. بس تحكي معه بتقولي له ليش ما في، أنت بدأ تجي المي بقولك ما في مي. طيب دورنا بهاي الحارة اللي هو مش ما عنده مزارع دجاج فيها ما بيجيبها للمي لعنا، ربع ساعة إذا بده يجيبها بتنقطع المي. يعني رفع عتب انه درنا المي خلص. بتقولي له ليش ما في مي بقول لك روحي لعند اللي انتخبتي الياس جرادي وفراس حمدان هو خليني يجيبوا لك المي، نحن مي ما في عنا. طب ليش انت عندك بمزارعك في مي؟ اكيد انا بمزارعي في مي هيك بقول لك. امبارح صار جدال نحن وياه كرمال هيدا الموضوع. يعني هو مش هتلين هم النواب انهم يحاسبوه ولا شيء لا مش عارف. رئيس المصلحه اسمه باسم الحمراء. ايه؟ ما برد عليك بيقول لك هيدا ما حدا يدق فيه، ايه بده يكون عنده مي بمزرعته بدقي له ما برد عليك. لا والله مسؤول مهم هذا باسم الحمراء، يعني ايه؟ حامل مسؤوليته، عم يعطي عم بيوزع المي بعداله للناس وانتظام. يعني بيجي وهو بمين وهيدا باسم الحمراء. اذا الموظف فهد اسمه قلتي لي فهد شمية في وراء حدا هو، لكن مين في وراء كمان؟ ايه ما هو بيقول لك انا دعمني اسعد حردان. حلو. ايه عظيم، دخلنا السياسة على المي. بس تحكي معه بيقول لك روحي عند النواب اللي انتخبتيهم. ايه فنحن هيدي المشكلة، وهلا الوضع يعني صعب كثير، ما فينا لا نشتري، بدنا نروح نعبي مسافة، هات تلاقي على البير مي، هات ما تلاقي مي. أكيد معك حق. ايه على كل حال أنا نعم. ما لقيت إلا يعني نلتجئ للإم تي في ليوصل صوتنا. أهلا وسهلا فيكي. ما دام رح يبعتونا عند النواب نحن رح نحرك النواب، وما بيمنع نحكي أسعد حردان كمان تنقل له يعني شو هالدعم لهالموظف يلي اليوم قاطع المي على الناس وما فرقاني معه. إذا هيدي هي المسؤولية الوطنية يعني عن جد صدق اللي قال بعده السياسة عن الإدارة. فكيف كانت موضوع مي؟ هلا يمكن يكون هو شادة ظهره بالأستاذ أسعد، يمكن لا ما بنقدر نحن نعرف، بس فينا نسأل على الموضوع. على كل حال أهلا وسهلا فيك. يعني الحقيقة هيدا البلد يعني إذا يعني لازم يكون تحت رحمة السياسيين حتى إنه نكمل حياتنا ونحصل على أبسط حقوقنا اللي هي المي.
هيدا شيء مؤسف بالبلد يلي دفع كتير ثمن معاناة كتير كبيرة لسنين بعد ما تعلمنا إنه ثروات الوطن لأبناء الوطن بعدالة وبانتظام وبدون منية، ما حدا يمنن حدا. غريب. كمان اتصال. ألو؟ بونجور. أهلا بونجور. مدام ريبيكا، اليوم كان وزير الصحة عم بيقول إنه المي فحصوها بالمياه بيروت، مياه دبي، إنه نظيفة لأنه بحطوا كلور وبيوزعوا للعالم. نعم. يا ريت بحطوا موتورات بهالمراكز هيدي ويضخوا مي نظيفة بالقليلة للعالم، أحسن ما العالم تحتشري سترنات. ما هو امبارح وزير الطاقة عم بيقول إنه أولوية الكهرباء، إذا أجت الكهرباء صار كميات، يعني صار عندنا تغذية، رح تنعطى للمي. بدي أقول لك شغلة، يعني خزان بيبقى بده 2000 لتر مازوت بيعطي ضيعة. يعني اليوم هي موضوع تأمين المحروقات وأسعار المازوت. يعني اليوم عم نحكي عنا كوليرا، بتقول للمي النظافة، يعني للناس أهم شيء النظافة. طب بأي مي شو مأمنين للناس؟ حتى المياه المعبأة الشرعية كل جمعة بيزيدوها 5,000 10,000، ما في عليها كنترول على السعر. طب المواطن ما عنده إلا بس مصرياته للمي المعبأة والسترنات، والسترنات كمان بينخاف لأنه اتخذت عينات من بعض المصادر تبين أنه مية السترنات منا صالحة. وما فينا نقول لكل مواطن بخزانك حط كلور، يعني كمان بدنا نكلف المواطن يحط بخزان المي عنده كلور. العملية بدها تفاهم بين كل الوزارات المعنية، بدها خطة طوارئ. لما الكوليرا وباء، هيدا وباء، لما بيدخل على بلد بده يكون في خطة طوارئ. يعني كل الوزارات والإدارات المعنية اليوم مجندة تكون لمنع هذا الوباء انتشاره. نحن شو عم بيصير؟ بيعطوا إرشادات للناس وإرشادات للمدارس، ويا ريت اليوم وزير التربية عاطي إرشادات للمدارس. للتربيع المدارس الرسمية اللي قبل الظهر وبعد الظهر للنازحين ما عندها مي، ما عندها حمامات، ما عليه. يعني خلينا نكون واقعيين بالبلد. كتير حلو التعاميم والمذكرات، ما في أحلى منها، والكلام بدنا واقع، واقع أليم جدا ومش جديد، مش جديد أبدا. معك حق اللي عم بتقوليه، الأولوي. وأنا قلت لهم بدل ما تعطونا ساعة على بيوت نعطوها للمي حتى يوصلنا مي. منعرف إنه مياه معقمة، إنه مياه عم ينحطها للكميات المطلوبة من الكلور لما بتجي من المؤسسات الرسمية، ولكن اليوم ما عارفين. يعني كله مربوط بالكهرباء وبالمازوت، مازوت كهرباء. مع العلم إنه دبي نزلت زاعة على المجموعة يلي بتعطي بتغذي منطقة ساحل المتن وصولا الأشرفية، من هيك زيادة تأنين مي، ما في مي عند الناس لأنه زاعة نزلت بهيدي المجموعة الوحيدة العاملة. هلأ عم بيصلحوها إن شاء الله اليوم يمشي الحال، بس يرجعوا يعبوا الخزانات والمحطات وتوصل. شو بكون وصل للناس؟ نص ساعة وما بتقدر تعمل شيء. صورة اليوم نشوفها سوا. تفضلوا. نهر الكلب صار مجمع مي أكتر من سد المسيلحة اللي كلف ملايين، مش معيب؟ يعني الحقيقة عم نحط ملايين على السدود بعد ما فيها نقطة مي. لا المسيلحة فيه ولا سد بقعاتها فيه، وسد شبروح ما بعرف كيف عم تتوزع المي. الحمد لله خلصنا بعد ما كان طلب مزمن لسنين. يعني إذا كل سد بده سنين، هودي السدود خلصت، ليه بعد ما في مي؟ ليش عم تتجمع المي فيهم؟ كميات الأمطار اللي نزلت بساعتين أو بثلاثة كانت أكتر بكتير ما بتقدر تستوعبوا الرجارات. من هيك صار يلي صار. يعني هيدي زادت بالمعاناة. يعني ربنا عم يعطينا كتير مي، نحنا منا حاضرين، بنينا التحتية منا حاضرة تستوعب كل هالكميات اللي عم تجي، لأنه ما بعرف كيف انعملت السدود وكيف انعملت، كيف تنظفت أقنية. هذا الشيء بيعجب. يعني الله يعين المواطن اللبناني، والله يرحم هالمواطن اللي مات واللي جرفته المي لأنه ما كان في رؤية عند المعنيين، وبعدهم عم بيزتوا التهم على بعضهم. يا عيب الشوم. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.